وللحديث عن تدهور التعليم وظاهرة الشهادات المزورة في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الدوحة الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني. مرحبا بك معنا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. المدارس كما تلاحظون وتعلمون تعاني من اكتظاظ ونقص حاد في المستلزمات الدراسية وحتى في المناهج والكتب، والمدرسون يعانون من أزمة رواتب وسوء معاملة من الوزارة والجهات المعنية. كيف يمكن تقييم القطاع التعليمي والتربوي في عراق ما بعد الاحتلال؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. معروف أنه المنظومة التعليمية تستند على المعلم والمنهج والطالب أو المتعلم والمتلقي للعلم. بعد ما كان العراق من أفضل أنظمة التعليم بالمنطقة، في بعد عام 2003 انخفض مستوى التعليم، ويقابل ذلك ضعف تطوير الكوادر التدريسية، وأن هذا العمل حقيقة يسبب أسباب أو أحد أهم أسباب التخلف الاجتماعي والحضاري في العراق. المدارس كما شرح تقريركم تعاني من اكتظاظ الطلبة، 60 طالب في الصف في الوقت اللي هو الشيء القياسي اللي أقرته اليونسكو ما بين 20 إلى 25 طالب. المدارس متعبة في بلد يحتوي على ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم، والآن ليس الآن، منذ فترة سعر البرميل النفط وصل إلى 85 دولار. لو تستثمر هذه الزيادات في واردات النفط لبنينا مدارس وتعليم عالي لا يقل عن مستوى الدول المتقدمة. نعم. فما نراه الآن هو اختفاء العراق من تسلسل مؤشر المعرفة العالمي، بعدما كان هو المبتكر للغة، وهو من سجل في التاريخ حلقات علمية يشهد لها الآخرون من هم الآن في مجتمع متقدم. ونحن أيضا يتمتع العراق الآن بأدنى مؤشرات رأس المال البشري في المنطقة. نعم. فما أمام هذا كله وأمام ضعف المعلم ستجد أن التعليم في أسوأ حالاته. لكن ما الذي أوصل الأوضاع إلى هذه الحالة غير المسبوقة من التدهور والانهيار في المستوى التعليمي وفي المؤشرات التي تفضلت بالحديث عنها؟ طبعا لابد أن نقول أن هنالك جملة أمور، يعني في الوقت اللي كانت بلاد الرافدين هي يعني الأولى في العالم، يشير منتدى دافوس أنه 3 ملايين طفل في العراق لا يرتادون المدارس. فعندما نرى أين تطبيق المادة 34 من دستور العراق اللي هو مجانية التعليم، الحقيقة هنالك أسباب كثيرة لما وصل العراق من أسوأ بلد في التعليم، ولا لم نحن نرصده. اللي أرصدها هي مؤشرات الابتكار، مؤشرات التقارير البنك الدولي. هنالك يعني انفصام ما بين منتجات أو مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. نعم. لا يوجد تخطيط، هناك سوء إدارة، هنالك جيش كبير من خريجين البكالوريوس والشهادات العليا لكنهم غير مؤهلين لسوق العمل. وهذا طبعا كله نظام التعليم أصبح نظام فاشل لا يستند على أسس التعليم. نعم. وهذه الحالة دكتور، نعم، هذه الحالة ولدت أو أفرزت حالة يعني أكثر غرابة، وهي لجوء الآلاف من العراقيين ومن الشباب على وجه الخصوص للبحث عن استحصال تعليمهم خارج العراق، والدخول في مشكلة أكبر وهي آلاف أو عشرات الآلاف من الشهادات المزورة برعاية الأحزاب والسلطات الموجودة في العراق الآن.
أكيد أنا أتفق ويا حضرتك أن الطلبة يبحثون أولا عن بيئة مناسبة للتعليم وعن جامعات لها سمعة في التدريس وبيئة آمنة واختيار مناسب لمستقبلهم. ما موجود في العراق هو لا يوجد طالب يأخذ الاختيار أو التخصص الذي يريد التدريس أو التعلم من عنده. فعندما نقول يخرج خارج العراق طبعا سيتعلم ثقافة جديدة، سيتعلم أسس علمية جديدة بعيدة عن موضوع يعني الفساد، موضوع التدخل في شؤون التعليم. أيضا إذا كان في دولة أجنبية يتعلم لغة تلك البلاد وثقافتها، وأهم من هذا كله يتعلم آخر حلقات التعليم العلمي والرقمي ومجتمع المعرفة. نحن لازلنا في تعليمنا متأخرين ومتخلفين، كان تعليم أولي أو نعم. تعليم عالي. ماذا عن عشرات آلاف الشهادات المزورة والتي أصبحت ظاهرة مع الأسف في العراق؟ الشهادة والله هذه تقارير، يعني أكيد ذكر تقريركم. الجامعات طبعا بقائها في العالم هو لأنها لديها تقاليد ولها صرامة فكرية ونزاهة وحرية أكاديمية. إنما هنالك شهادات أو جامعات قد يعني أنشئت على شكل دكاكين. هذه الشهادات تعطي هذه الجامعات تعطي شهادات عليا حتى لمن لم يحضر أو لم يسجل في تلك الجامعات، وطبعا هذا تزوير واضح يجب أن يحاكم عليه من زور شهادته أو من أعطاه الموافقة على اعتراف بتلك الشهادة. فما ذكر من 27 ألف شهادة مزورة نعم. موجودة، هذا معناه أنت خلقت مجتمع ملغم بناس جهلة يقودون مراكز متقدمة في الدولة بسبب وجود دال نقطة أو أليف نقطة أستاذ نعم. أو دكتور. فهذا طبعا يعني تعاب عليها مؤسسات التعليم العالي والدوائر الثقافية في تلك البلدان، وإذا كنا نقصد بلد عربي أو أجنبي فيفترض أن تحاسب هذه لأن أعطت الموافقة وعلى منح هذه الشهادات وتبوؤهم في مؤسسات مهمة في الدولة. أشكرك جزيلا الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الدوحة.